ألو أم سامي، خلصتي تنظيف كل قاعات الشرف؟ برافو برافو، شرفي لعندي أنت وأم رياض ورمزي. تفضل. مرحبا أستاذ رفيق. يعطيكم العافية، أنا حبيت أشكركم شخصيا على المجهود اللي قمتوا فيه. بتعرفوا القصر الجمهوري عم بيتحضر لاستقبال رئيس جمهورية جديد، وبهمني تكون كل قاعات القصر الجمهوري مهففة ونظيفة مثل الفل. كل شيء على ذوقك أم سامي؟ نعم، نظفت كل المطابخ وكل غرف النوم. وانت أم رياض؟ كل شيء صار مثل الثلج، القاعات والمداخل. وانت معلم رمزي؟ كل شيء تمام أستاذ رفيق، ما عدا شغلة وحدة، القاعة الكبيرة مطرح ما الرئيس بيستقبل ضيوفه. ايه وشو فيها هونيك؟ في زلمة قاعد على الكرسي، قلت له بالإذن ما كان يقدر يقوم عنا، صرت أنا شد وهو يشد، وإجوا شباب الحرس حطوا إيدهم معنا، ما كان ينشال، ملزق على الكرسي والكرسي ملزقة على الأرض. بعده؟ إيه بعده. يه يه يه، قوموا لشوف شو صاير هونيك. قوموا. أنا قلت هيدا هو. مين هو؟ شيخ وديع الخازن، صار له كذا سنة هون، لزق ما بقى يطلع، فل الرئيس وهو بعده. على كل حال خلوه للعهد الجاي.